السلام عليكم الدراري ديالنا، تحياتي. تنوجه تعزينا الحارة أخ سنفور عبد الغني اللي بان مع كرعينا. أخ سنفور عبد الغني اللي دوز معنا الصغر داخل السجون، دوز معنا الرجولة، دوز معنا كان هو اللي مكلف بالصوبة، كان دري درويش ودري الله يعمر هدر. دابا توفى لي خو الله يرحمه ويسالو، تنتمناو في الكومنتار كاملة يقولوا السنفور عبد الغني الله يرحم ليك خو. هادي وحدة. فالسنفور اللي غنهضر على السنفور تاع الرجوله التامه، الدري اللي كنا تنخبو عندو الاغراض ديال المخدرات ولا شي لعبه، والله خويا تاع الرجوله التامه. وكان ديك الساعه هو الوحيد اللي تيهبط الكارتيير، وكنا تنصيفطو مع الدكاكه وتيجيبها علينا، وما عمرنا ما لقينا عليه التبركيك ولا التحسريب ولا التلصيص ولا داكشي اللي تيقولوا عليه دوك اعداء النجاح، ولا بنادم مريض في عقلو. هاد الانسان اللي تيعاير شي انسان كيعيروها باللي فيه، راه يعني فين ما تشوف شي وحدين اعداء ديالك محابين عرفهم راه اعداء لبعضياتهم، نهار يتعادو معاك نهار يتحابو. فاخويا السنفور تنوجه لك نداء من هاد لو سمح لي وتقبل مني بانك انت احسن واحد اخويا السنفور اللي دوزت معاه، وتتمنى من المشاهدين ديال الجمعة بكير، المشاهدين الكوريين ومشاهدين محتوى السجون يدخلوا القناة ديال السنفور عبد الغني، لان فيها ما يتقال وفيها ما يتشاف وللعبرة. والسنفور الانسان اللي دوز معانا الحاره والحلوه، دوز معانا الكشوات كلا العصا، واحد النهار بحال واحد النهار خليت عندي واحد الامنه وكلا العصا على ودي مسكين، كلا العصا على ودي والله ما جبدني بالله، ومشى للكاشو وما عقلتش عليه لان ما عنديش كيف نوصل ليه الكاشو الماكله ولا نوصل ليه كدا. ومع ذلك صدق راجل. فتحياتي لك السنفور، هنا تنجد لك تحيه وتنقول لك تعزينا في اثر خوك الوفاه ديال خوك، تعزينا الحاره خويا من طرف جميع السجناء المحتوى السجن، تيقولوا لك البركه في راسك اخويا السنفور. السنفور الله يرحمك الوالدين، كملوا هنا معاك. المهم خويا البيضاوي كريم، توحشك اخويا البيضاوي كريم. البيضاوي كريم انت اللي دوز معنا طيبوبه، واخا تشوف ديك الهضره ديالو بحال هكاك، واخا تشوف والله الا القلب ديالو طيب ودرويش، وكان معنا وتيدبر على راسو برجوله، واخا تيبغيو والو ما تلقاش منه الغدر ولا تلقى منه داك الانانيه ديال الحبس وداك السم ديال الحبس ولا كدا، ولا هو الا بغى يدابز معاك تيجيك نيشان باش نعرفو. وكنا قلت انا معنا مع البيضاوي تناقشنا شحال من مره، ولكن هو تيعرفني انا خو وخويا. هادي تنرجع للبيضاوي باش يحسن من المحتوى ديالو ويردو محتوى السجون هادف ومزيان وينال الاعجاب ديال المشاهدين كافه، باش دي بيكم نتوما اخوتي السجناء البيضاوي ولا السنفور ولا كرعينه، بيكم نتوما باش حنايا تيشوفونا الناس اخرين نظريه زوينه كسجناء، باش اللي بغى يحن عليك شي واحد يحن عليك، ولا بغى يعطف عليك يعطف عليك، ولا بغى يدير معاك شي حاجه يديرها معاك. حنا ماشي بحال داك شاقيف هكا تيسب فينا وتيسب في عباد الله منو الله، حنا مناني. المهم البيضاوي تحياتي لك نعم الرجوله، تحياتي لرشيد الحر، تحياتي البؤميرة، تحياتي الدري كامل الرجولة التامة، الدري اللي دوزو من الآداب والقرا، وانتو هما الناس المشاهدين شنو دوزو راهم يعاودو لكم. والله إلا بنادم تيسمع إز من الحياة هما بقاو في الحياة، واخا خرجو وهدرتو ماشي هي هاديك تقبلوهم، لأن انتوما اللي كنتظروا منكم تحت ظنونا المشاهدين ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله. اختي رجاء، اختي هاجر، تحياتي لك، وتتمنى تشوف الحلقة، وتحية لنا ديال خميسة النور والدراري والجامبو، تا هو خصو يحسن من الأرفض ديالو تا هو شوية، وخا هو رويجل خصو يبعد من البيضاوي ويبعد من الدراري. فتحياتي لكم، السلام عليكم.